باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إصحاح السادس في سفر أشعياء من الإصحاحات المشهورة جدا، لأنه في رؤية رائعة شافها أشعياء النبي وشاف السرافيم وهم وهذا نادى ذاك عدد ثلاثة وقال قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض. تعالوا كده نفكر في الظروف التاريخية أو نفتكر مع بعض الظروف التاريخية اللي كان عايش فيها أشعياء النبي. بتقولنا كده في أول آية في الإصحاح، في سنة وفاة عزيا الملك. عزيا كان ملك صالح، لكن في آخر أيامه ضرب بالبرص وكمان قطع من بيت الرب. أشعياء كان عايش في مملكة الجنوب، مملكة اللي كانت بتعبد الله في بعض الأحيان، شوية كده وشوية كده. مملكة الشمال ما كانتش بتعبد الله خالص. وكانت الآيات ديت أو الوقت ده يدوبك يعني حوالي 20 أو 25 سنة قبل سبي المملكة الشمالية. يعني المملكة الشمالية لم تعبد الله على الإطلاق، دخل في السبي بعد كام سنة. مملكة الجنوب كان في الوقت دوت كان في ملك كويس في بدايته عزيا، وفي الآخر الدنيا تلخبط معاه شوية. فروحيا الدنيا مش باينة قوي كويسة. ولكن هو سمع السرافين بيقولوا قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض. ساعات كده نبقى احنا في الموقف ده مش شايفين، لكن السماء شايفة مجد الله، شايفة أمناء الله. اللي هي النبي يجي يقول بقيت أنا واحد، محدش بيعبد الله غيري، يقول لا، في 7000 ركبة ودول بيمجدوا الله على الأرض وسط هذه الأمة التي لا تعبد الله، اللي هي مملكة إسرائيل، مملكة الشمال. في الإصحاح دوت بيقول لي طب أنا مش شايف. يمكن أنت وأنا النهاردة أنا مش شايف المجد ده، أنا شايف قهر، شايف ظلم، شايف ظروف متلخبطة، ممكن تكون في بيتي، ممكن تكون في شغلي، ممكن تكون في البلد اللي أنا عايش فيها. أنا مش قادر أقول مع السرافيم مجده ملء كل الأرض. يقولين أشعياء إيه؟ أنتم مش واخدين بالكم. في حاجة مهمة قوي قالها إصحاح 4:5. يعني لو خدتوا بالكم من دي هتعرفوا تصرخوا كمان مع الكنيسة. بنقول كده في الكنيسة مجده إيه؟ مجدك، مجد المسيح ده فين؟ السماء والأرض مملؤتان من مجدك المقدس. طب إزاي؟ ده أنت كل قداس وكل مرة بتيجي الكنيسة بتقول الكلمات دي، بتقولها بقلبك ولا من وراء قلبك؟ بتقولها بأنهي روح؟ بتقولها وجواك بتقول ما هو مش حاصل، أهي ترنيمة وخلاص أو لحن وخلاص. لو شفنا أشعياء النبي قال إيه في 4:5 نعرف الفرق. يقولنا كده لأن على كل مجد غطاء، غطاء على كل مجد غطاء، في غطاء على المجد. العين البشرية مش بتشوفه، العين البشرية دايما متذمرة، فين ده؟ لكن بيقول لنا في مجد. وأعظم مجد في الكنيسة أن الابن الوحيد يسوع المسيح تجسد، تجسد وعمل إيه؟ وعمل كل أعمال الخلاصية اللي أنا وإنت كنا محتاجينها. عشان كده في أمناء ليه في كل العالم، في كل مكان. قول هما فين دول؟ هما موجودين. والنهاردة الدعوة أكون أنا وإنت كمان واحد من الناس اللي بتقوله بجد السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس. أقول طيب أنا عندي مشكلة ومش شايف الله، نقول الرب صالح. المزمور يقولها مرات ومرات، قول أنا مش شايف صلاحه، لأن أنا مش شايف صلاحه ده مش ما يعنيش إن هو مش صالح. عشان كده الله دعينا النهاردة يقول لي في مجد في كل حاجة. أقول أنا مش فاهم كتاب المقدس، ربنا يقول لي في مجد وفي غطاء. اطلب من الروح القدس اللي كاتب الكلمات دي يرفع الغطاء عشان تشوف. أقول مش فاهم القداس، يقول لي في مجد بس في غطاء. في مجد في كل شيء صنعه الله، الله فعل كل شيء حسنا، وفي أعماق كتيرة جدا الله دعينا ليها. بس بيقول لي خلي بالك لما يكون في غطاء ما تقولش ان في مفيش مجد. اسمع مع الصرافين ورنم معاهم وقول له السماء والارض مملؤتان من مجدك الاقدس. ربنا دعينا ان احنا نتمتع بهذا الحق الالهي ان نرى مجده في السماء وفي الارض. ربنا يفرح قلوبكم جميعا ويمتعنا جميعا بهذا المجد ويرفع كل غطاء لنراه ممجدا كل يوم وكل اليوم.